والله انا من جوه ابعد ما يكون عن هدوء، بس كان لازم اتحكم في اعصابي على قد ما اقدر، لان مصطفى خصم قوي جدا جدا جدا، عنده كل حاجه يعني، لياقه بدنيه عاليه، لياقه ذهنيه عاليه، حريف جدا، بيضرب الكره جامد، سريع جدا، ما شاء الله ما شاء الله. فكان لازم ابقى على طول مركز ان انا احاول الاقي طريقه تعمل خلل في طريقه الجيم بتاعه، وده مش سهل خالص يعني. انا حاسس ان لعبت الاربع اشواط كويس جدا، ومع ذلك اكيد خسرت شوط لانه ما حسيتش ان انا قصرت في حاجه، بس كنت بس بلعب ضد خصم قوي جدا. بس سعيد جدا طبعا ان انا اقدر افوز بالمباراه، لان لسه خسران من مصطفى الاسبوع اللي فات، وده يدل قد ايه احنا مستوانا متقارب يعني. انا يعني ما كنتش عارف ان ده لقب 40، ده حاجه مشرفه جدا بالنسبه لي، الحمد لله جدا. اصعب لقب مش فاكر، بس احلى لقب هقول اول مره كسبت بطوله بلاتينيه اللي هي في اليو اس اوبن 2017، وصادف ان نور الطيب مراتي اللي تكسب في نفس اليوم، وكانت اول مره اتنين متزوجين يكسبوا بطوله عظمى يعني في اي رياضه في نفس اليوم، فكان احساس بتهيالي مهما حصل يعني مش عارف اوصفه، بتهيالي هي دي. والله طبعا هي مش حاجه سهله ان احنا يبقى عندنا بطولات ورا بعض كده، بس هو احنا بنتمرن عشان كده، بنحاول على قد ما نقدر نعمل عمليه استشفاء كويسه مع الاخصائيين العلاج الطبيعي دكتور احمد سيف، وعمل تمارين لياقه بدنيه كويسه في الجيم او بره الجيم مع كابتن حسام شداد، واحاول اشوف ايه الاخطاء اللي عملتها هنا او الحاجات اللي عملتها كويس، واحاول اعزز منها للبطولات القادمه، لان انا متاكد ان كل الناس هتبقى بتلعب حلو جدا في بطوله العالم الاسبوع الجاي او كمان اسبوعين ان شاء الله، بس احلى حاجه ان هي على ارض مصر، فاتمنى ان شاء الله ان احنا يعني اتمنى ان انا اكسبها طبعا، لو لا يا رب ان شاء الله تفضل مصريه.